وقالت دراسة جديدة بشأن الوقاية من الإصابات أن احتمالات تعرض الأطفال خلال سن ما قبل المدرسة للإصابات يزيد إذا كانت أمهاتهم قد أصبن بأعراض اكتئابية خلال الحمل أو بعده، كما أن هذا الخطر المتزايد يكون أكبر بالنسبة للبنات عن الصبيان. وتشير الدراسة إلى أن أعراض الاكتئاب نفسها تجعل الأم أقل اهتماما بالنصائح الأمنية ومتابعة الطفل.